بس لو حابين تشوه على الفحم هتديكوا برضو نتيجة هايلة جدا. هنحط جريل على البوتاجاز وهحط فيه بسيط خالص من الزيت ونوزعه بالفرشة وعلي النار كده علشان الجريل بتاعتنا تسخن بسرعة. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الف مبروك يا ابنك. الله يبارك فيك. ميرسي. طبعا الكرافه كلها نفسها تخش معايا تقول لي كده. ايه الجمال ده؟ ده يعني ابسط حاجه ممكن اقدمها لك. والله ميرسي بجد يا محمد، كلك ذوق. تسلم يا رب، تسلم وعقبالك يا محمد ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. احنا يعني بالنيابه عن القناه كلها بنقول لك الف مبروك، وان شاء الله كده ليله كبيره نبقى كلنا موجودين. اكيد طبعا. اول ناس طبعا. تعملي ايه بقى؟ قولي لنا. طيب اتفاجئتي ليه كده؟ اتخضيتي ليه؟ محدش بيخش مره واحده؟ انا لقيت الدنيا في حد بيخبط. أيوة، انتوا مش واخدين بالكم ان احنا على الهوا ولا ايه؟ عيله كده اي كلام. احنا بنقول احنا عيله مع بعض. اه والله العظيم. ميرسي يا محمد بجد، كلك زو. فين الشربات بقى؟ وليه مش لابسه حاجات كده وحاجات؟ انا لابسه احمر اهو، لون الشربات. شغاله اغاني ونقعد نسقف. انا شربات لوحدي. انت منوره الدنيا طبعا. انت لو مش شربات مش هندخل لك كلنا طبعا. ربنا يكرمك يا محمد. ربنا يا رب بجد ميرسي. تمام لك على خير يا رب. ربنا يعزك والله العظيم، كلك ذوق. احنا طبعا عايزين نقول مبروك للعريس كلنا. ربنا يبارك فيك يا رب. وان شاء الله يعني كان نفسنا طبعا ينورنا، بس احنا طبعا لو جبناه مش تبقى مفاجاه ليكي. احنا بنفاجئك يعني، بنقول له الف مبروك. ميرسي بجد، تسلم وتعيش يا رب. وبعدين فوت تعملي تورته النهارده بقى وكده ويعني. انا عامله كيك وهنزوقها وهنظبط. فين الشربات بتاع الورد بتاع زمان؟ نسيت. فين؟ لازم تعملي حلقه كده، لازم بكره ان شاء الله. طيب خلاص انا هستنى اشوف الحلقه. ميرسي بجد يا محمد، تسلم والله العظيم. انت عارفه انت اخت عزيزه علينا كلنا. ربنا يعزك. بتحبك ما شاء الله يعني. ربنا يعزك يا محمد والله. واختنا الكبيره لازم نفرح معاها ولا ايه؟ ربنا يخليك والله، كلكم ذوق وما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. يا رب دايما متجمعين كده، واحنا ما بنقولش عيله كده كلام على الفاضي. لا مش بنقول عشان الناس تتفرج على اكل بس، احنا بنقول عشان احنا فعلا بجد. دي حقيقه والله. وطبعا كل الناس بتوصل لك سلامي بقى، مش عايز والله انا من ساعه ما جيت بصراحه يعني. ربنا يبارك لي فيكم جميعا، ودايما يا رب متجمعين في الخير، ودايما يا رب الفرح مالي المكان ان شاء الله. امين يا رب. يا رب. يعني كملي بقى عشان ما نضيعلكيش وقت. نحط الفراخ بس تتشوي ونطلع. الفراخ ايه بقى؟ عشان هي نسيت. هي نسيت. حطي الفراخ تتشوي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تعمل تش ولا بتعمل تش؟ لازم تعمل. طبعا لازم تعمل تش. لو مش تش مش مشكله. لا سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت بتاعتك اهو. اوعى وشك. لا تمام زي الفل. لا وريحتها حلوه ما شاء الله. تسلم لي والله. حلو خلاص انا هتغدى يعني. ماشي. احنا مع بعضينا بقى. الناس هي بتعمل اكل حلو جدا بصراحه يعني. تسلم لي والله، ده من ذوقك يا محمد والله. نورتني والمطبخ بتاعي النهارده يعني. ده انا اللي بتشرف. انا اللي بتشرف. الله يخليك. تسلم يا محمد يا رب. اوعى تمشي بقى. لا انا مش همشي، انا هو استنى معاكي شويه. دول قولي لي بقى ايه هتغدى؟ ايه هتطمن على مستقبلك؟ احنا النهارده عاملين بقى فراخ مشويه، عاملين كيكه، وعاملين شوربه مكرونه هايله جدا. دي تورته مش كيكه، عايزين النهارده بنفرح بقى يا جماعه. لازم واي كانها تورته. ماشي خلاص هنمشيها تورته عشان الفرح. ايه رايكم نطلع فاصل صغير نرجع لكم على طول؟ اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، وميرسي لمحمد ابراهيم على المفاجاه الجميله دي. واتفاجئت كمان اتنين بوكيه ورد. بصوا يعني انا النهارده ما شاء الله بعشق الورد جدا. بشكر جدا مخرجنا الجميل مصطفى الجمل. ربنا يبارك لك يا رب، وعقبال تفرح كده بحبايبك ان شاء الله. وكمان اسلام سيف، بجد بشكركم جدا جدا. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، واللي ما اتجوزش ان شاء الله يتجوز، واللي متجوز يا ربنا يبارك له بقى في اولاده ويفرح بيهم ان شاء الله. ميرسي بجد يا مصطفى، تسلم يا رب.